يا اخي سواق البر يا اخي بجنن الواحد. تحصل لك اشياء في البر يا ولد والله العظيم تحصل بالذات شفت الديت هذا انا سامع ابو حدود سامع كبير. اي والله انا من الله خلقني لا اخاف من سوالف الجن والله العظيم. طبعا ما قد شفت جن بحياتي لكن... عشان كذا ما تخاف. والله العظيم انك شفت والله العظيم تخاف. قلها الله في مواقف قلها الله ابى اقول لكم شغله والله ان صاير سالفه معينه. اخذنا لنا واحد من الشباب يخاف. طبعا شوف لعب الشباب ترى اكشر لعب الشباب اكشر. انا رجال ما ادري من الجن. حلو حلو. وكذا واحد من الربع عندي ما نفس طريقتي. واحد عندنا من الربع يذب يقول لو توب على الجن تكفى اترك السالفه هذه. فهمت؟ ما خليك تكمل. اي يخاف. احنا بالبر كاشتين والله مو كاشتين عندنا مخيم بشتاء. طبعا حدود عراق حولنا مو حدود والله ما ادري وين رحنا لكن يمكن 60 70 كيلو. فهمت؟ قلنا له والف على الربع. قلت يا الربع نبي نطلع ورا صلاة الفجر ناخذ الرجال اساس ان نبي ناخذ فرع على البر ونرد للمخيم ونبي نطلع به. انت الرجال هذا اللي ميدان الجن؟ اللي ميدان الجن. قالوا لا ايش رايك نجيبه بطريقه الضحك ونتحدى الرجال نضحك عليه نقول له مثلا اذا ما تقدر انت من رجال. فهمت لي؟ وهو عاد يروح يقول له يلا مشينا اصلا ما خاف. فهمت؟ قلت يلا ونسوي الطريقه صحيح ونركب السياره ونمشي. ووقعنا على جبل مو جبل يعني الا يلا جبل بس يعني فهمت اللي عادي. طبعا على الدليل هو اللي يسوق هذا يقول هذا الجبل الجن من اول لاخر. حلو حلو والله يا الربع. طبعا اللي يخرع واحد ترى مصيبه. ونودي للجبل. احنا قبلنا عزراك على الجبل يوم الجبل ولع خليها. اي والله ولع نار هناك ونار هناك ونار هناك ونار هناك ونار هناك ونار هناك على الجبل نيران كله. هذا ذل السواق. لا لا اللي ورا اللي ورا ذل لنا ذل يوم ذل ذل صحيح. وقف يوم وقفنا احنا طفت السياره هنا اقسم بالله انه سولف صحيح تخيل العالي هي تطفي السياره. انا قاعد اضحك قلبي ميت واللي معي قلبهم ميت نضحك نضحك على الخوف الرجال. وادري في جن ادري في جن تضحكوا نضحك لاني انا صراحه انا ما مر عليك موقف. لا لا مو مر. انا مامن ان اللي يخاف من الجن راح يتلبس اللي ما يخاف عز الله ما هو جاي الجن. فهمت؟ يوم من هذا اللي اختلف اللي ورانا وينزل من سياره ويرجع. انا استشكيت والربع اللي معي استشكوا ونحاول بالسياره نفتح الكبوت ونسوي مدري شلون ان معه شيء. ايه ايش كان معه شيء اخ يا يعني كان رجع فيه جن وتودته المحل الجن. اي أيوه والله والله العظيم ان ذلينا صحيح. قلنا لي يكون حاشو شيء مسوا شيء ونركب السياره ركب البطاريه ومدري شلون نحول وشق. يوم شغلت سيارة وحنا ندور وجهنا الرجال تعبان اللي معانا طايح الحين ما في شيخ في ذا الليل طايح. لكن اللي في تخبر اللي يدس دواخة تقول دواخة جته عقبه قام يضحك معانا ويستانس. ها رجعون يلا ما خاف. فهمت اللي انه حط عذر انك كنت مريض ومرة الايام عادي. حلو حلو قضى الشتا جانا الصيف جرنا استراحة. بنص استراحة يوم اختلف الرجال اللي معانا الخواف يوم ظل بالبيت واللي يدخل عليه من الربع انت منو ما يعرفنا اطلع برا مدري شو ويجيبون لهم طاوع اهله وهذا يكتشفون انه في جني. حلو حلو. طبعا يمكن هو ما يدري اني قاعد اسولف بالسالفه هذه يمكن اهله ما يدرون وانا ما كنت ادري انه يعني السالفه مننا احنا. السالفه راحت صار له يمكن حوالي 4 شهور او 5 شهور وما مرض الا عقب السالفه بخمس شهور.
احنا قلنا من الاستراحة خبر استراحة واغاني وهذا يمكن بس يوم تعافى وصار في هواء براسه خمس اصابع ست اصابع فرق فري احنا نسميه فري ما ادري تنسيب فرق فهمت يوم سووا له صبخه ما ادري شلون المهم انه تعافى رجال بغى ينجن وصل يمكن ست اصابع بغيت تنكبون يوم تعافى يوم طبعا ثلاث شهور غاب عنه ما ندري عنه اجي انا ببيته يطردني انقلع منو انت انقلع نستر يوم تعافى ويوم من الايام دائما ولا في كبرك لا اكبر مني بس حولي يوم من الايام ولقاه بالشارع سيارته واحد وسط قصب وانزل وسلم عليه اللي عرفني علوم اقول شلون قرايب شلون ربع شلون قلت انت وينك يوم تعال تعال امشي الديوان واخذ الدونية واتكن اياه وناخذ علوم وهذا قام يجينا عاد يوم يومين ثلاثه وانا اساله قلت له ودني شو سالفتك شنو فيك في جني ولا بيت لان احنا فهمت لي من زمان عنه وننشد اخوه يقول فيه فري وننشد اخوه الثاني لا شفناه بالصدفه يقول جني فهمت اللي ما عرفناه لا مو جني هو فري ما ندري قال ايمن تبي الصراحه قلت له قال ترى ما حد يدري بها قلت وش قالت خبر يوم نكشت انا وياك وفلان فلان قال من عقبه ماني مضبوط اوه جلال اللي بس رجال وقتها ايه اللي بس هو فيه جن وما يدري ماني مضبوط قلت ايوه قال وعاد الحين ما اخذها طقطق انادي عليكم الجني هو انسان فهمت منتهي الضحك وزانت اموره الحين زانت الحمد لله لكن اللعب اللعب بغى ينجن رجال والله بغى يروح من اهله اللعب اللعب الجن ترى مصيبه قبل اقول لكم السالفه ترى هالي يمكن ما يدرون بس قبل اقول لكم السالفه